19 ولا 18 تسديده للشباب؟ 19 مقابل 9. شوف على سير المباراه الشباب كان اليوم اقرب انه هو يكسب الثلاث نقاط. على الفرص اللي سنحت للشباب ما استغلوها، جاتهم فرص صراحه، فرص واضحه. اليوم قروهي لعب مباراه كبيره كالعاده، كان هو نجم من نجوم المباراه اللي لم يكن النجم الاول يعني، بالذات في الشوط الاول كورتين كانت ممكن تغير شكل المباراه. انا اتوقع انه اليوم الشباب يعني اليوم هو اللي فرط في الفوز على مجريات المباراه تحديدا، لكن يحسب للاتحاد انه ما خسر. هو اكيد انه خساره بالنسبه، انا اشوفها للشباب صراحه اكثر. خسر نقطتين. ايوه، اول شيء ماسك المباراه افضل من شو اسمه، افضل من الاتحاد، جته فرص لولا تالق قروهي صراحه في الباب. اعتقد انه دائما قروهي يكون موجود في المباريات اللي زي هذه. اعتقد انه الشباب هو اللي فرط في النتيجه، مسك المباراه، ضياع الفرص السهله قدام الباب، اعتقد ان هذه ساهمت انه يطلع متعادل اليوم. ضياع الفرص وليس تالق قروهي. لا، ضياع الفرص يعني ورنا ضياع الفرص اللي يتكلم عنها محمد. يلا في ما تصدى لها قروهي وهي ضايعه. وش اقول لك انا؟ اقول لك انا تالق تالق بس، لكن شوف لا بس في فرص، في فرص ما كان في كان يعني في فرصه جات اهل ما قروهي مو موجود في الباب يعني ما تصرف فيها بصراحه بشكل صعب. ما كان ياخذ براسه مثلا. ما تدري هو يعني اللاعب داخل الملعب ما تعرف تمركزه او شيء، لكن في فرص، في فرص كانت واضحه يعني، في فرص إيه؟ زي هذه سهله هذه يا اخي، كان يحطها على طول فعلا. لكن هذه اوف سايد، هذه اللقطه اللي نشوف فيها هذه رفعها الحكم اوف سايد. اعتقد ما حسبت تسلل. لا حسبت تسلل، بس حطها في هي طلعت هي. سجلها وبعدين يرجع الحكم. هو فعلا زاد اليوم لوموش كثير فريق الشباب، فريق الشباب تقريبا لعب بدون راس حربه، معناها راس حربه لعب جوانكا هو كراس الحربه، وتوفق الفريق وكان عنده في الناحيه خاصه الهجوميه زخم كبير، معناها ثم حركيه كبيره، يمكن من اكثر الفرق اللي عملت فرص في ضد الاتحاد 19. صحيح، اكثر فريق عمل. واحنا تكلمنا حتى من قبل على القوه الهجوميه لفريق الشباب، فريق الشباب متميز هجوميا. طيب.